بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم المهندس رامي شريم، مهندس معماري مدرس لبرامج التصميم والإظهار المعماري المختلفة. درس اليوم رح أتناول موضوع طلاب سألوني عليه أكثر من مرة، اللي هو موضوع كيف أطلع الأزرار هنا، اللي هي الموديفايرز، أحطها بزرار أن تكون عندي بأيكونز موجودة هنا. فهي العملية بتسهل علي لما اجي بدي اشتغل على بوكس مثلا، بدل ما اجي اتحكم بالمودفاير ليست من هون، تكون هاي القائمة كلها طويلة، اقدر اشتغل على مودفايرز يعني محدودة، يعني عددها محدود، وبتكون اسهل لك، او الموست كومون يعني الشغلات انت تستخدمها بالوضع الطبيعي او اكثر استخدامات. اول اشي الطلاب سألوا عليه اكثر من مرة كيف القائمة عندنا هون كبيرة، بس حطيت المؤشر هون على الطرف وسحبتها. تقدر تخليها 3 أو 2 حسب الشاشة اللي عندك حسب استخدامك. هلا الشغلة الثانية، كيف بنحط هاي الايكونز؟ اجيت على كبسة configure modifier sets، كبست عليها قلت له configure modifier sets. هلا انتم بتكون عندكم زي هيك، باجي بكبس عليها من هون configure modifier sets، رحت على الايكون الاولى واخترت الامر اللي بدي اياه. في عندي هون مؤشر بكل المودفايرز الموجودة، فجيت حكيت له الايكون الاولى بدي يكون عندي edit mesh، دبل كليك ليف بدلته بإيدة سبلاين، ديسيليت بدلته مثلا ببيفل، وهكذا بتمني رايح راجع على الأوامر أحدد الشغلات اللي أنا بدي إياها الأكثر استخداما. فجت مثلا حطيت هاي الأوامر بغض النظر شو هي. إذا حبيت أزيد عدد الأيكونز مكان 8 بقدر أحط له مثلا 20، بس طبعا بشوف إنه فيش فايدة إذا أنت زدت العدد، لأنه أنت أول على آخر لما تحط الأيكونز مشان تخلي العدد اللي بده يطلع عندك هون، بالتالي تيجي تحط لي كمان 20 ايكون بحس انه اشي مش نافع. يعني بالتالي انك تيجي هنا على شو بوتونز، حط الشغلات اللي انت بدك اياها، شو بوتونز طبعا مش هطلع الازرار الموجودة او الايكونز. اجت حكيت له شو بوتونز، لما اجي احكي له كونفيجر موديفاير سيتس، تحكمت باللي بدي اياهم، بعملهم مثلا هي 10، بقدر اجي اضيف مثلا هون امر بيفل، وهون خلينا نضيف امر هاي شو اللي ضايفينه، نحكي امر سلايس، يلا هي امر سلايس، هاي اوكي. هلا اذا انت هاي الايكونز ما كانوا عندك موجودين، تيجي على كلمة شو بوتونز لازم تكون كابس عليها. هاي الجزء الاول من الاختصارات اللي ممكن اكون مستخدمها او اللي بتسرع علي عملية الشغل. هاي ايديت بولي، هاي تسليت، هاي شيل، بعديها اعطيته يوفي ماب وتيربو سموث، يعني بتسهل عليك انك تتحكم بالشغل اسرع بكتير ما تيجي من هون. الشغلة التانية اللي بدي احكي عنها اللي هي الاختصارات، كيف نعمل اختصارات للماكس. روحنا كاستمايز، كاستمايز يوزر انترفيس، بتفتح القائمة انا وين بالكيبورد، الجروب اللي بدي اياها اللي هي الايديت بولي او ايديتابل بولي او غيره. احنا شغلنا يا ايديت بولي يا ايديتابل بولي، هيها ايديتابل بولي وايديت بولي. فجيت على الايديت بولي، انا عندي بالشغل عامل اختصارات شيفت و سي، عاملها الكونكت، فبالتالي باجي على كونكت سيتنجز عاملها شيفت و سي. لو بدي اغير الاختصار باجي بكبس مثلا شيفت في لو بدي، بحكي له اساين، بس لا انا هون عامله شيفت سي ومرتاح الاختصار بدي اياه. بعدين هون بدي اعمل ريموف، بقدر احكي له طبعا ريموف اني اشيل الاختصار، برد ارجع من اول جديد احكي له شيفت سي، احكي له اساين، بخلص بعمل له سيف، بحكي له سيف. بس انا ما بديش اغير الاعدادات الموجوده عندي على الجهاز. اجيت على الاكسترود، انا عامل له عندي شيفت اي، هدول هم اكثر اختصارين انا بستخدمهم، غير انه في عندي اللوب سيلكت ايدج لوب، انا بحب استخدم حرف ال L، والرينك بحب استخدم حرف ال K، سيلكت ايدج لوب L، سيلكت ايدج رينك K. هدول الاختصارات اللي انا حاطهم عندي على الجهاز المفضلين بالشغل. حتى لو اجيت هلا عندي وعملت هون بوكس، شلت الجريد على حرف ال G، قلت له convert to editable poly، او اجيت من هون قلت له edit poly اسرع، بقدر اجي اختار السيجمنتس او الايدجز، شيفت و سي، هي واحد هي 2 هي 3، اخترت الاختصار اللي انا بدي اياه، ارد احددهم احكي له اوكي. هاي من هون هاي شيفت و سي كمان مره، هي اوكي. جيت على هذا الوجه شيفت و اي، هاي شيفت و اي طلعت للايدج او اكسترود بوليجون سيتنجز، هاي بحركها قد ما بدي، بحكي لهذا الوجه انت شيفت و اي، بعدها بعمل له زائد لهذا الوجه لهذا الوجه. بتمنى بنشتغل على الاختصارات بشكل اسرع واسلس بالشغل. هذا هو الموضوع اللي حبيت اتناوله اللي هو الدرس الرابع ان شاء الله.
بإمكانكم تتابعوا القناة اللي على اليوتيوب الموجودة، هي آخر دروس اللي كانت نازلة عليها اللي هو الدرس الثالث تبع الباترنز. برضو تقدر تتابعوا الجروب، الشغلات بتنزل على الجروب، هاي الدروس كانت كلياتها أول بأول تنزل، برضو أعمال الطلاب وغيره من أعمال وبرضو أسئلة. بالتالي هيك بقدر أحكي إنه هيك. يعطيكم العافية، وإن شاء الله بالدرس القادم نتناول موضوع جديد. السلام عليكم.